كذلك من أمثلة الشرك بالله الذبح عند القبور والقباب والأضرحة، زول يشيل له بهيمة يمشي يوديها لأنه ولده نجح أو المرأة ولدت، يوديها للشيخ يذبحوها عند القبر أو البيان أو القبة، ده كفر بالله وشرك، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإنسان اللي بيشرك بالله سبحانه وتعالى الله ما بيقبل منه لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا غيره من الأعمال، لأن ربنا عز وجل قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن أمثلة فساد العقيدة والكفر بالله عز وجل الذهاب إلى الكهان والعرافين. والكهان والعرافين باختصار شديد هما الليلة اسمهم ست الودع، وناس أبراج الحظ، برج الكلب وبرج العقرب وبرج الكديس، ده شرك بالله وكفر بالله كفر. وأيضا من الكهانة والعرافة والكهان والعرافين الناس اللي بيفتحوا الكتاب يوم اللي بيبيعوا البخرات والمحايات، ديل ذاتهم الكهان والعرافين، الشيوخ بتاعنا الطرق ديل هم ذاتهم السحرة والكهان والعرافين باختصار شديد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحكم الثاني من أحكام الصيام بما تثبت الرؤيا، ونحن الآن باقي لرمضان يومان أو يومين مش كده أو ثلاثة، المهم حدود يومين لرمضان، فالناس بعد من بكرة بيتحروا الرؤيا، رؤية الهلال، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. كيف تثبت الرؤيا؟ بواحد من أمرين في الشريعة الإسلامية. الأمر الأول النبي عليه الصلاة والسلام بيّن، أو في القرآن ربنا بيّن أنها تثبت بالمشاهدة بالعين، قال الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والرؤية بالعين ما يشترط أي زول يشوف، ما يشترط أي زول براوشنا جماعة يشوف، ليه؟ لأنه ثبت بالسنة كما في سنن أبي داود أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال، ترى يعني بحثوا عن الهلال في الرؤيا هلال رمضان، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، وهو واحد. واختلف العلماء هل تثبت الرؤية برؤية الواحد أو الاثنين، الصواب تثبت برؤية الواحد لهذا الحديث الذي عند أبي داود. ويشترط في هذا الواحد أن يكون مسلما صادقا عدلا لا يعرف عنه الكذب، وأن يكون مبصرا ما يكون عميان ولا نظر ضعيف، العلماء قالوا كده، لأنه ما ممكن زول عمياني يقول رأيت الهلال معناته كذاب ما رأى الهلال. طيب، والدليل على أن يكون مسلما ما روى الإمام أحمد عن جابر أن رجلا أعرابيا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ نعم. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوم غدا، فصام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالصيام. وإذا رآه واحد مسلم عدل صادق لا يعرف عنه الكذب مبصر وأخبر الناس، الناس يصوم، لأنه في بعض القبائل والطرق وصل المصائب والبلاوي دي كلها جايبين لنا أهل الطرق ديل وشيوخ الطرق وعباد القبور، الواحد يجي العيد تاع الفطر
تلقى صايم يبزغ النهار كله ما لك يقول لك صايم ده باطل ده صيام باطل ليه لأنه خالف الكتاب وخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام الطريقة الثانية الذي تثبت به يثبت به الشهر إكمال شعبان 30 يوم النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته في الصحيحين وأفطروا لرؤيته فإن غم وفي رواية غبية عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما بس تاني ما في موضوع الموضوع سهل الناس يحاولوا يشوفوا الهلال ما بزول شافوا كملوا شعبان 30 وصوموا من بكرة لأنه ما في شهر عربي بيكون 31 ما في ولا في شهر عربي بيكون كم 28 شهور العربية 29 يا كم يا جماعة 30 أما الرؤية الإثبات الشهر اللي بيكون بالحساب الفلكي يقول لك حسبوه ضربوه كده في كده وبيساوي كده ونطلع بالواحد ونطلع بالستة ده باطل ولا يثبت به شهر رمضان لا دخولا ولا خروجا ولا هلال ذي الحجة ولا غير ذلك لا يعد هذا الحساب ولا يعتبر يعني شرعا في دين الإسلام لأنه أصلا ما محتاج له في الحتة دي النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ما شفتوا قال أكملوا عدة شعبان كم 30 يوم موضوع واضح جدا الحكم الثالث حكم المريض في رمضان قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والآية دي معناها الصحيح ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر ليه قالوا فأفطر العلماء قالوا لأنه ما كل مريض أو كل مسافر بيفطر زول عنده نزلة ساكت هل بيفطر ما بيفطر إنما المرض هو المرض المعتبر الذي يؤثر مع صاحبه في الصيام إما أن يتسبب الصيام في طول المرض أو عدم الشفاء منه أبدا أو زيادة المرض أو يؤدي بصاحبه إلى الهلاك مع الصيام والمرض ده المرض المعتبر اللي بيفطر به والإنسان طيب والمرض نوعين العلماء قالوا إذا كان مرض يرجى برؤه زي الملاريا الزول في الغالب بيأخذ له 6 يوم 7 يوم 15 يوم بيبقى نصيح فهذا يفطر بعدد الأيام ويصوم هذه الأيام في أيام شنو؟ أخر لأن ربنا قال في عدة من أيام أخر يصوم والنوع الثاني مرض لا يرجى زواله أو البرء منه زي صاحب السرطان في الغالب إلا إن شاء الله له شفاء أو الفشل الكلوي أو السكري إلى آخره الأمراض اللي بتستمر مع الإنسان في الغالب ده يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين وهنا تنبيهات التنبيه الأول لا يجوز أن يطعم قبل رمضان ولا يجوز أن يطعم 30 مسكينا من أول يوم رمضان كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى لأنه لم يدخل وقت الوجوب قبل رمضان وفي أول يوم رمضان لم يأتي الوجوب الكفارة لباقي الأيام ثاني يوم ثالث يوم 29 يوم 30 يوم إما يطعم يوم بيوم أو ينتظر لحد آخر رمضان ويطعم كل الأيام أو بعد رمضان إن شاء أن يجمع المساكين وإن شاء أن يفرق المساكين التنبيه الثاني لا يجوز أن تعطى لمسكين واحد انتبه لماذا زكاة الفطر ذيك بيجوز تديها زكوات كثيرة لمسكين واحد دي لابد تكون عن كل يوم مسكين رمضان 29 لابد يكون 29 مسكين رمضان 30 لابد يكون 30 مسكين كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى خلاص ويجوز أن تفرق المساكين الليلة تطعم 5 بكرة 7 كلهم 30 مرة واحدة ويجوز أن تجمعهم تعملهم 30 مرة واحدة والدليل على هذا فعل أنس بن مالك رضي الله عنه كان يصنع طعاما كبيرا ويجمع 30 مسكينا ويطعمهم من هو المسكين؟ واحد يقول لك ما لو ما في مساكين هو ذاته تلقى مسكين هو ذاته قال الكلام ده في الغالب تلقى مسكين
لأنه المسكين اختلف العلماء، علماء الفقه وعلماء اللغة ذاتهم، لو فتحت لسان العرب لابن منظور تلقى اختلفوا في معنى المسكين اختلاف طويل بالمناسبة. لكن الخلاصة، المسكين هو الذي يجد أحيانا ما يطعمه ولا يجد أحيانا أخرى، ده المسكين. والفقير هو المعدم، الفقير هو شنو جمع المدعم؟ المعدم. لكن ربنا قال ففدية طعام مسكين تشمل الفقير والمسكين، لأنه مسكين إذا أفردت يشمل الاثنين، والفقير إذا أفردت في جملة في نص يشمل الاثنين، وإذا اجتمعا في نص يصير المسكين هو الذي يجد أحيانا ولا يجد أخرى، والفقير هو المعدم الأسوأ حالة. طيب تطعمهم كيف؟ هنا ما في قروش، دي ما فيها قروش، لأن ربنا قال ففدية طعام، طعام مسكين. والطعام هنا نوعين تمخير، إما مد من الدقيق أو الحبوب، وأحسن لك تقيسها بالمد، المد مل، والمد تعريفه عند الفقهاء هو ملية يدي الرجل المعتدل الخلقة، زول يده كبيرة طالوش ده ما بقيسها بالمد، زول يده صغيرة ما بقيسها بالمد، لابد يده تكون شنو؟ معتدلة الخلقة، يعني زول معتدل الخلقة متوسط. ملية يدين الاثنين مع بعض المد، كل مد لكل مسكين. وقالوا كيلو 10 جرامات من القمح، وقالوا إذا كان من الرز كيلو أو أقل. طيب ده إذا كان دار تعمله غير طعام مطبوخ دقيق أو حبوب، مدة بريحك بس ملية يدينك الاثنين كده، ولو زدت يقول لك صدقة ما في مشكلة زيادة. أما الأمر الثاني جزبه والإطعام، طعام مصنوع، مصنوع مطبوخ يعني، كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كبر وضعف عن الصيام، فدل المريض الذي لا يرجى برؤه، الذي لا يرجى زواله، يطعم عن كل يوم شنو يا جماعة؟ مسكين. أو على سفر فعدة من أيام أخر، المسافر أو قبل ما نجي للمسافر يلحق بالمريض الذي لا يرجى برؤه المرأة والرجل الكبيرين الكبار عجزوا وضعفوا عن الصيام، لكن ما أي زول كبر معناته يفطر، لا، لأنه في ناس الواحد تلقى عمره 70 سنة لكن تلقاه قوي، ده واجب عليه الصيام. لكن الذي يطيق الصيام يعني ما يستطيع الصيام، على الذين يطيقونه يعني ما يستطيعونه، في ذات الطعام مسكين يدخل فيهم شنو يا جماعة؟ الزول الكبر وعجز وبقى ما قادر يصوم لضعف بدنه، لو صام ممكن يموت، ده يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، حاله كحال المريض الذي لا يرجى شنو يا جماعة؟ برؤه. في نوع ثاني من الناس الكبر ده ما عليه صيام أصلا، وهو الذي حصل حد الخريف، يعني خرف بقى يتكلم برا راسه، برا راسه، كان مرك الراجل ده ما عليه صيام، لأنه في حكم المجنون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3، عن المجنون المغلوب على أمره حتى يبرأ، وفي رواية حتى يفيق. فده ما عليه صيام ولا عليه صلاة ولا عليه غيره من العبادات، لأنه خرج برا حد التكليف. ويلحق أيضا بهؤلاء المرأة الحامل والمرأة المرضع، ولكن اختلف العلماء في حكمهما، بعض العلماء قالوا يفطر ويطعم ويصوم فعدة من أيام أخر، الحقون بمن؟ بالمريض الذي يرجى بره، وبعض العلماء الحقون بالمريض الذي لا يرجى بره وبالشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم، فقالوا يفطر المرأة المرضع والحامل إذا ما استطاعوا الصيام وخافوا على نفسهم أو ولدهم، يفطر ويطعم مكان كل يوم شنو؟ مسكين. وعمدتهم في ذلك تفسير ابن عباس وبعض الصحابة لهذه الآية، ربنا قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما هو السفر الذي يبيح الفطر؟
بعضهم قال ما كان 80 أو كم 80 كيلو ده السفر قال المعتبر الذي تجري عليه أحكام السفر من الفطر في رمضان ومن القصر في الصلاة والجمع فيها إلى آخره. ولكن الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أن السفر المعتبر الذي يسمى سفرا وتجري عليه الأحكام هو ما عرف في عرف الناس أنه سفر. نحن الآن وين؟ صقيع. منين اللي صفيتها؟ سفر ولا ما سفر؟ أنت صغير خليك لأنه مشوار المشوار بعيد. الناس الكبار سفر ولا ما سفر؟ ما سفر خلاص يبقى ما سفر. من الخرطوم لكرري سفر ولا ما سفر؟ ما سفر ما سفر خلاص. لا كرري في الخرطوم من الخرطوم لكرري أي فما سفر. فما عرف في عرف الناس من هنا لمدني سفر صحيح؟ ما عرف في عرف الناس أنه سفر حتى لو أنت بتراه قريب ولا بعيد لكن في عرف الناس سفر يعتبر شنو سفر وتجري عليه الأحكام. طيب المسافر الدار يفطر ده يفطر وين؟ قال جمع كبير من العلماء أنه يفطر إذا خرج من مباني شنو؟ من مباني مدينته. يعني ما يأكل ويشرب ويركب عربيته بعد ما يطلع من مباني المدينة خلاص تاني طلع برا المباني كلها بعد ده يأكل أو يشرب. لكن ده ما صحيح لأنه خلاف السنة الصحيحة كما روى الإمام أبو داود أن محمد بن كعب رحمه الله تعالى قال أتيت أنس بن مالك في رمضان بعد الفجر قال وقد لبس ثياب سفره ورحلت راحلته قال فدعا بطعام فأكل قال فقلت سنة يا أنس قال سنة ثم ركب. وأجمع العلماء على أن الصحابي إذا قال هذا الأمر سنة فهو لا يكذب على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو إذا قال الصحابة كنا نفعل كذا فهو سنة أيضا كما قال الإمام الألباني رحمه الله. والأثر ده صححه شيخ الألباني. الأثر الثاني عن عبيد ابن جبر رحمه الله تعالى قال أتيت إلى أبي بصرة الغفارية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي بصرة ده صحابي يمكن بعض الناس أول مرة يسمع بهم لأنه صراحة نحن ونسأل الله عز وجل يتوب علينا جميعا كثير أو أغلبنا مهتمين بأسماء لعبة الكورة مش كده أشوفها تعرف ميسي مهتمين بأسماء لعيبة الكورة هذه شوفوا عدل لو سألتهم بوروه أو المصارعين وبعض الناس والعياذ بالله مهتمين بأسماء الفنانين. فعلينا نعلم أطفالنا أسماء الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء ونزرع في قلوبهم حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة وحب العلماء والتابعين والسلف الصالح. دي مهمة جدا. المهم قال أتيت إلى أبي بصرة الغفاري صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وقد ركب سفينة من فسطاط ركب والبحر كان جنب بيته يعني لسه السفينة ما تحركت ولسه في المدينة بتاعته. قال ثم دعا بغدائه والغداء الغداء ما هو الغداء بتاعنا بتاع الساعة 6 مساء. الغداء هو ما يؤكل بعد طلوع الفجر إلى قبل شروق الشمس. قال فدعا بغدائه فقلت له ألا ترى البيوت؟ يعني أنت مسافر لكن لسه ما طلعت برا شنو؟ مباني المدينة. وده فيه أبلغ رد على من اشترط الخروج على من مباني شنو؟ المدينة. فقال أراغب أنت عن سنة رسول الله؟ ذاك لما قال أنت ما شايف البيوت دار تاكل؟ قال لي أراغب أنت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأكل ثم دفع يعني حرك السفينة ومشى أكل من محله.
لكن العلماء قالوا بشرط أن يعزم السفر، لأنه قال أتيت إلى أنس وقد لبس ثياب السفر ورحلت شنو؟ راحلته، وده ركب سفينة من فسطاط، يعني زول يكون عزم على السفر ما يكون شاك. وإذا زول دار يأكل هو راكب بعد ما يطلع برضه ما في مشكلة يعني، لكن دي سنة وهي الأفضل لأنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأيسر للإنسان، لأنه بالطريقة ما تلقى أكل يعجبك، عندك مصران قد يدوك أكل في الطريق وشطة وما تلقى غيره لأنه في الخلع، وقد ما تلقى أكل ذاته. فالإنسان يلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام خير له. طيب، حال المسافر مع الصيام في رمضان له حالات. الحالة الأولى إذا كان يستطيع أن يصوم وهو مسافر ولا يجهده الصيام ولا يشق عليه، فالأفضل والأيسر له الصيام. يعني ما أي مسافر لابد يفطر، لابد أو خير له يفطر، لا ما صحيح. لما جاء في الصحيحين من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، فلم يعب الصائم منا على المفطر ولا المفطر منا على الصائم. ولاحظ تعبير الصحابة المفطر المفطر، ما قالوا الفاطر، لأن الفاطر هو الخالق سبحانه وتعالى، الحمد لله فاطر السماوات. فقالوا لا، لم يعب الصائم منا على المنى يا جماعة المفطر ولا المفطر على شنو الصائم، يعني كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وجزء منهم صائم وجزء منهم مفطر. وكذلك حديث جابر قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان في يوم شديد الحر وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الرواحة. قال فبلغه بعد صلاة العصر أن الناس قد شق عليهم الصيام، قال فدعا بقدح من ماء فوضعوا على فخذه وشرب والناس ينظرون بعد العصر. قال فبلغه أن بعض الناس قد واصل، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. حديث ذي فوائد جميلة. الأول إنه النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر، لكن لما لقى مشقة على الناس أفطر. يبقى المسافر لو السفر مع الصيام بشق عليه والأفضل له شنو؟ يفطر. ولو ما بشق عليه والأفضل له شنو؟ يصوم. الأفضل له يصوم. كذلك أفطر بعد العصر، بعد العصر ليسهل على الناس وليتأسوا ويقتدوا به. ثالثا قال أولئك العصاة أولئك العصاة، بعد ما هو أفطر وأمرهم بالفطر، لكن قبل لما كانوا صائمين وهم بعضهم معهم كانوا صائمين وعبد الله بن رواحة، لما كانوا صائمين ما أنكر عليهم، لكن لما بلغوا المشقة أنكر عليهم. لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وشق عليهم قال أولئك العصاة أولئك العصاة، لكن لو ما شق عليهم ما كان أمرهم. حكم رابع وأخير إن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، لأنه أخبر أن الناس قد شق عليهم، ما قال أيوة الناس شق عليهم نفطر، لا أخبر يعني أخبروا كلموا. قال لا يا شيخ طريقة دلوك ساكت، ولوك أنا بعلم الغيب، غيب يا تو ما بتعلم أي غيب، أنت مستقبل مجرم بس، دار تاكل قروش النسوان ودار تخلب الحريم بالحروم، عرفتها؟ تخلو بيوم وانا بعلم الغيب، تعالي خش بجاي يملص الذهب كله المجرم العاطل السفيه. وده حاصل في كل قرية تقريبا، في كيبل قاعد، كيبل من هؤلاء قاعد يمنع الخير مجرم، ودير سبب النكسة في البلد دي، سبب البنزين ما في ديل، الجاز ما في هون ديل، المطر ما نزلت السنة دي هون ديل، السخانة شديدة هون ديل، لأنه ربنا سبحانه وتعالى بعاقب الناس بالذنب، وأعظم ذنب الشرك، والشرك جابوا دي. ربنا عز وجل قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، أخبروه الذي شق عليهم.
ربنا سبحانه وتعالى قال له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، قاله في حالة خاصة، فمن كانت حالته كهذه الحالة ففي حقه ليس من البر الصيام في السفر. حديث عنده قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد ظلل عليه، ظلل الآن لو حصل حادث حركة في الزلط تلقى الناس كلهم بيجيب دنقلوا للزول الواقع ده يعملوا دورانية لحد ما يعملوا ظل، هذا ظل معنى ظلل، قد ظلل عليه وقع أمران. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما له؟ قالوا يا رسول الله صائم مسافر. قال ليس من البر الصيام في السفر. لكن عندنا قبيل الرسول صام، والصحابة قالوا لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إذن الحديث يحمل على من كانت حالته كحالة هذا الرجل ففي حقي وحق من كانت حالته كحالته ليس من البر الصيام في السفر. عشان كده قالوا معنى الآية ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. فده حكم برضو مهم جدا من أحكام الصيام. أخيرا وليس آخرا والأحكام كثيرة لكن لضيق الزمن، من أحكام الصيام التحلي بحسن الخلق للمسلم الصائم في رمضان وفي غيره سواء كان صائم أو مفطر، لكن يتأكد في الصيام لأنه فيها حديث خاصة في الصيام إنك تكون حسن الأخلاق وعامة للمسلم أن يكون حسن الأخلاق. منها قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عن الألباني عليك بطول الصمت وحسن الخلق فوالذي نفسي بيده ما تخلق الخلائق بمثلهما، ما تخلق الخلائق بمثلهما. أما في حال الصيام خصوصا في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور وهو الكذب على الراجح، قالوا الغيبة وقالوا الكذب، الراجح هو الكذب. الآن أجيب لك مسلسلات، مسلسل في رمضان أو فيلم كله كذب. أول حاجة الممثل اسمه عادل إمام مثلا، يجيبوه بالفيلم اسمه شنو؟ اسمه حسنين، ده كذب ولا صدق؟ كذب. وليك بمناسبة حلول رمضان المسلسل السوداني الكبير بقناة طيبة الفضائية في مسلسل السعيد كذب، كله كذب. ويدخل في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به بالكذب ده، وديل بيعملوا بالكذب، يشمل أي إنسان يكذب ويعمل به أو كذب أو عمل بالكذب. والجهل، الجهل هو السفه من القول أو الاعتقاد أو العمل الفعل. قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ودي كلها تدخل تحت حسن الخلق، تناقض حسن الخلق الكذب والعمل به والجهل كلها تدخل هنا. فالصائم يترك هذه الأشياء، وليس الصيام ترك الطعام والشراب والشهوة فقط وإنما ترك هذه الأشياء. والغريب أنه الناس بيلبس عليهم في رمضان انه زول صايم معناته يكون اخلاقه بينخرته، ركب حافله ينبز الكمساري لحد امه رقم اربع حبوبته، في شنو؟ الكمساري يقول لك ده كمساري مجرم وانا بعرفهم كلهم مجرمين، كلهم مجرمين، كلهم كلهم مجرمين. يقول لك يشاغل الكمساري في اقل حاجه، وناس جانين وتيت تيت، وذاك لو خرم قدامه ممكن يسب له. وهذيك نحن ما جينا الحج وانتهينا من عرفة جايين راجعين جدة عشان نجي السودان، واحد عمك كبير اشتري له مرتبة ولا شنو ما عارف جايبها، حاجة كبيرة خدتينها فوق البص، داير ينزلوها وذاك جدع عليه من فوق سب دين، والله العظيم جد. ففي ناس لا بيعرفوا حج ولا بيعرفوا رمضان ولا بيعرفوا شعبان، شايتين ساكن. وده ما بنأمره نقول له انت صايم ليه شنو افطر سايم، ده بنقول له خلي الكلام الغلط وصوم سايم صوم تمام. أفهموا الحتة دي؟ ما تبقى زي فقه الدجال يقول لك صايم وناديت بتلتين لا وكل صايم، لا
نقول له ما تنادى والتلتل لو صوم ده الفقه صحيح. عرفت الكلام ده؟ انت تقول له خلي الغلط ولا خلي الصح؟ يا تو يا جماعه تقول له خلي الغلط ولا تقول له خلي الصح؟ خلي الغلط واصل في شنو؟ واصل في الصح. مش تقول له خلي الصح واركب كله بقى غلط، اركب الغلط وكله خلي غلط. فلازم الانسان يكون حسن الاخلاق، وحسن الخلق ياتي بالتزام السنه والتمرن على ذلك، بس حاجتين، والاستعانه بالله والاخلاص وكذا، لكن التزام السنه والتمرن على ذلك. عشان كذا قال اوصني قال لا تغضب، اوصني لا تغضب، اوصني لا تغضب. قال ابن عمر فتفكرت حينما قال رسول الله لا تغضب فوجدت ان الغضب يجمع الشر كله. اي انسان بيقتل لانه كان غضبان، طلق بالواحد ولا بالثلاثه كان كان غضبان، ويضرب لك مولانا والله طلقت مرتي لكن بس كنت غضبان، في زول بيطلق فرحان ما زو غضبان، طلقانه طوالي طلقانه تب، واوعك تسوي كده ثاني. فالغضب ده مفتاح، قال يجمع الشر كله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه. ما في فرصه للاسئله لانه احنا على سفر، والمسافر قصر له الصلاه، وخا قالوا له تفطر في رمضان، ده كله تسهيل للمسافر خلاص. فنحن مسافرين وسؤال واحد بجر واحد، وتبقى الشغله طويله والموضوع ده طويل. جزاكم الله خير، بارك الله.